الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، من المبتدعة والمشركين ومن نهجهم إلى يوم الدين. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم أما بعد، الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله. قد يتساءل كثير من الناس الحاضرين، ناس كتار بيجي يحضروا ويستغرب، يقول لك الناس ديل ما خلوا لهم زول، يعني تبراك الماي صح. شوف، النبي عليه الصلاة والسلام يوحى إليه وتنبأ أن هذه الأمة الإسلامية المسلمين يعني حيتفرق إلى فرق كثيرة. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى. قال الأمة شنو؟ الإسلامية هتتفرق لفرق كثيرة. الصحابة لما سألوا عن الفرقة التي منهجها منهج صحيح والتي تعتقد العقيدة الصحيحة التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام، دي كيف؟ ديل الصحابة، خلت بالك، ديل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام سألوا عن هذه الفرقة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما علي أنا وصحابتي. يعني أنت أي مسلم يعتقد العقيدة التي كان عليها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، تعتقد العقيدة دي في العقيدة، في السلوك، في الأخلاق، في المعاملات، في الحكم، في غيره، في سائر الحياة كلها، تكون مضبوط بالكتاب والسنة على فهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى ذلك يعلم إن هذه الفرق كلها من الصوفية ومن الشيعة ومن جماعة الإخوان المجرمين ومن كافة أصناف الإخوان المسلمين، ذلك كلهم ليسوا على طريقة النبي عليه الصلاة والسلام. ونحن نتحدى أي طائفة من هذه الطوائف نثبت لأي إنسان أن الصوفية والشيعة والإخوان المسلمين ليسوا على طريقة النبي عليه الصلاة والسلام إطلاقاً. الصوفية يعتقدون عقائد ما يعتقدها أبو جهل في الشريعة الإسلامية. في الإسلام عندك بيدبر الكون هو الله عز وجل، ده يقول لك حسن الكم في الكون شنو؟ متحكم، كويس معاك؟ يقول لك حسن الكم، هذا واحد، ده واحد عيان كبير، زول كبير ومخجل وعيان، بيعتقد انه الشيخ مدبر في الكون مع الله عز وجل، وهذا الكلام كفر بالله عز وجل، وإذا مت على الكلام ده جهنم خالدا مخلدا فيها. ده بيعتقد انه الشيخ بتاعه، الصوفية يعتقدون أن الشيخ يدبر الكون مع الله سبحانه وتعالى. وربنا تبارك وتعالى قال: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون شنو؟ فسيقولون شنو؟ الله. لكن الصوفي ما عارف أنه يدبر الكون الله عز وجل. دي واحد، تعرف أن الصوفية مش عقيدة الصحابة، ده الفاغ وكفار قريش في الضلال وفي الكفر والإلحاد. منهج الصوفية فاغ كفار قريش الأوائل في مسائل كثيرة. مشركي العرب الأوائل لمن يكون عنده شدة بيلجأ إلى الله عز وجل. العرب زمان الجاهلية لمن يكون في شدة يلجأ إلى الله وحده جل وعلا. الصوفي يلجأ في الشدة والرخاء إلى الله سبحانه وتعالى، إلى شيخي. والكلام ده قاله شيخك البرعي
قال في الليل الهادي بنادي سيادي جملة وفرادي. معلوم الليل الهادي يعني الليل شنو؟ يعني الهدوء والسكون والطمأنينة، يعني في رخاء وفي أمن. البرعي قال لك تنادي الشيخ. شوف مشركي العرب الأوائل كانوا في الشدة، في الشدة بنادوا الله، في الرخاء شنو؟ بيرجعوا شنو؟ للمشركين. ربنا قال فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاوا من البر شنو؟ إذا هم يشركون. حتى واحد لما النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة قبل ما يسلم صحابي طلع من المدينة من مكة وركب السفينة ومعه مشركين. عكرمة ابن أبي سفيان ابن أبي جهل ركب السفينة مع النازل في أثناء في البحر، السفينة دار تغرق، هو بيقول يا هبل وديلك بيقول يا الله، هو بيقول يا هبل يا اللات يا العزة يا البرع يا المكاشفي، ده بيقول شنو؟ ده بيقول يا الله. عرفت كيف؟ ما ربنا قال في القرآن للمشركين قال لهم أتدعون بعلا وتذرون أحسان الخالقين؟ ده كلام واضح زي الشمس. ابن كثير رحمه الله قال في القرآن في آيات واضحة يفهمها كل عامي، قال وهي آيات التوحيد، كلام واضح. ربنا قال ما تدعون بعلا، تنادوا بعل وتخلوا شنو؟ وتخلوا الله، ده كلام واضح. لكن الصوفي مخه كله من حياة ومخه كله وريحته كلها بخرات مرضان، يمشي هناك يشرب موية الحمام بتاع الشيخ، زول كبير عوير ها يشرب موية الحمام بتاع الشيخ، البرع يجي يبزغ في البراميل ده اللي يشربه، شغالين كده. حتى واحد زمان داون البرع في حلاتهم هناك، البرع قاعد يبزغ في البراميل، ظننا ده قاعد يبزغ وراه. الجماعة شالوا الزول دارين دقوا، قال لهم مالكم؟ قال لهم دي ما بركة. قال لي هذول انت وليت البرع؟ قال لهم الفرق بين بوزاغيانا وبوزاغ البرع شنو يعني؟ قال لي انت ظل وهابي وجدعوه برا. كويس معك كده بليت ما بيفهم حاجه. تعرف انه المشركين الاوائل كانوا في الشده بنادوا الله، في الرخاء بنادوا شنو؟ ديل. اما الصوفيه في الشده في الرخاء بنادوا شنو؟ بنادي الشيخ. زي ما قلت لك قال ان نابا خطب في البلاد نزيل، قل يا ولي الله شنو؟ اسماعيل. هل دي عقيده المسلمين؟ دي عقيده المسلمين؟ انك تخلى على نادي الشيخ ده دين الله؟ ما سؤال بطرحه عليك انا عشان تعرف انه الصوفيه ما عندها علاقه شنو؟ عشان ما يجوت لك راسك، ما يجوت لك راسك يقول لك ديل جماعات وفرق. الكلام ده ما جماعات وفرق، الكلام ده اسلام وكفر، سنه وبدعه، ده الدين كده. الناس ده يضربوا الاسلام كله، ما في صحابي واحد كان صوفي اطلاقا، ما في صحابي كان صوفي، ما في. التصوف ظهر في واحد من تلاميذ الإمام الحسن البصري في مسجد الكوفة، واحد اسمه عبد الواحد بن زيد، لبس صوف قال فتبعه آخر ثم تبعه آخر، قال حل كل أطمال الصوف، فسماهم صوفية نسبة للباس شنو؟ لباس الصوف. وأمشي للصعلوق بتاعكم اللي اسمه محمد المنتظر قول له أنسب لي كلمة صوف. كلمة صوف في اللغة تنصب شنو؟ تنصب لصوفي. دي لو جبت اي مجرم اي زول بتاع لغه عربيه قلت له انسب لك الموصوف تديك شنو؟ تديك صوفي. اما البرع بتاعك جابوه في برنامج اسمه مشوار المساء، سالوه كلمه صوفيه معناها شنو؟ هو ذاته ما عارف. قالوا من الصف المقدم بين يدي الله. انتوا صف مقدم؟ يا اخي زول بيقول لك قوم يا خي ناديهم لي رجال الله اللي بيزيلوا البي. ده صف مقدم؟ زول بيقول لك الشيخ بيعلم الغيب، زول يا اخي مرته تعيا يوديها للشيخ، ده صف مقدم؟ ده صف مقدم بين يدي الله؟ ده صف مقدم بين يدي الشيطان وليس بين يدي الله عز وجل؟ افهم الكلام ده كويس؟ تعرف انه التصوف ليس له علاقه شنو؟ بعقيدة الصحابه. امشي اسال محمد المنتصر واتباع احمد المنتصر، ناس جمعيه الامام مالك الاشعريه، وما كان مالك اشعريا قط. يقول لك أسأل الصوفي، أسأله يقول له أين الله؟ حيقول لك لا يجوز أن تسأل عن الله بأين. منو قال لك؟ النبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية قال لي أين الله؟ قالت شنو؟ قالت في السماء.
الصوفي يقول لك الله لا فوق لا تحت لا يمين لا شمال لا جوا العالم لا بر العالم. معناه وين يعني؟ معناه ما في، لأنه الصوفية بيعتقدوا إنه أي حاجة في الكون شنو؟ هي الله. بيعتقدوا كده الصوفية. لكن لما تمشي تعقيد الصحابة تشوف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أمشار في حديث أنس أن زينب بنت جحش زوجة النبي عليه الصلاة والسلام قالت كانت تفتخر على نساء النبي عليه الصلاة والسلام، قال فتقول لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم تقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق شنو؟ من فوق السبع شنو؟ سبع سماوات. دي زينب بنت جحش زوجة النبي صلى الله عليه وسلم من أمهات المؤمنين. هذه كيف؟ دي برضه مشبهة؟ دي كافرة؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه استوقفته المرأة المجادلة فسمع كلامها، قال فرجع إلى القوم الذين كانوا معه ساروا، قال لي يا عمر استوقفت رجالات قريش على هذه المرأة العجوز؟ عمر بن الخطاب قال له شنو؟ خلي بالك الكلام ده كويس. ها برضو عمر بن الخطاب وهاي يا محمد المنتظر وصعاليك محمد المنتظر. عمر بن الخطاب قال له ويحك أولا تدري من هذه؟ قال له هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق السبع سماوات. ده عمر بن الخطاب بيقول الله فوق سبع سماوات، وأمهات المؤمنين بيقولوا كده، والآيات والحديث كلها جاية كده. آمنتم من في السماء سبح اسم ربك الأعلى. يجي واحد معفن مجرم اسمه محمد المنتصر يقول لك الكلام ده باطل وده تشبيه، ما يفهم ايش الناس ذل دارين يلخبطوا الإسلام كله. وأنا يوم إذا جيت هنا ربنا تاني دخلنينا عمل لك مقارنة بين النصرانية بين الصوفية وبين الشيعة وبين الصوفية، حتى ينكشف لك تماما أن الصوفية ليس لهم علاقة بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لهم علاقة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. عندهم صلوات براهم، صلاة التجانية براهم، ما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة النورانية براه، صلاة بشاش براه، عندهم إيش براه، الحج عندهم حج براه، لو فاتك الحجاز زور شنو؟ زور أبو حراس. عندهم آلهة براه شيوخهم ذل. الناس ذل ما عندهم علاقة بالكتاب والسنة إطلاقا. والكلام ده ترى محرقك، أنا ما عارفك أنت تدري بيش ساكت. أنت بتكون شارب من حياة من الصباح. محمد المنتصر الزول عامل زي الزير ده ما فاهم إيش. جيب محمد المنتصر، جيب مين خنجر والسكين بتاعك ده؟ لما الصوفية بتاعينك؟ قالوا بتاع اللغة مناظرة في اللغة بالناظرك، داري مناظرة في الحديث وما بتعرف في الحديث أي حاجة. يجي واحد إنه واحد بليد اسمه حامد قالوا يقول لك حديث ضعيف وحديث سمين، انت مجنون؟ انت قال نفسك جزار ولا شنو؟ ما في حاجه اسمها حديث سمين يا زول، في حديث صحيح وفي ضعيف. ده علم انت ما بتعرفه كويس معك، علم ما بتعرفه انت، ده علم واسع. الامام الالباني 70 سنه شغال فيهم الحديث، 70 سنه شغال فيهم الحديث. فخلاصه القول تعلم ان الصوفيه ليس لهم علاقه بالكتاب والسنه اطلاقا. وما يجيك واحد يقول لك انت مع جماعه، احنا ما تابعين لاي جماعه، نحن ضد اي جماعه في البلد دينا. مين صار سنه انت ماشي قدام؟ مين صار سنه؟ لا شيوعيين الكفار، انت خلت بالك كلام؟ كتاب وسنه، عندك كتاب وسنه الموضوع انتهى، كما روى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، كما روى الترمذي من حديث جابر بن عبد الله قال النبي عليه الصلاه والسلام: تركت فيكم امرين ما تمسكتم بهما كتاب الله وشنو؟ وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نحن بنقول للناس امسكوا في الله وفي ناس برا بكوركم. انت معناه داير شنو يعني؟ معناه داير شنو الزول ده؟ انا قلت لك امسك في الله خلي البرعي، انت زعلان مالك؟ معناه داير شنو الزول ده؟ الزول ده دايركم تسفوا التراب بتاع الشيخ، ودايركم تشربوا المحايات، داركم تقبل شنو؟ زي ما قال البرعي: استاذك يا فقير كن له ذليل حقير واتبع له كالصغير. دارك تقبل شنو؟ عبد للشيخ، ما تقبل عبد الله عز وجل. وانا افتح فرصه لاخونا استاذنا شهاب عوض ذلك، وصلي اللهم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله.